أهلا وسهلا بكم في محاضرة جديدة من كورس دكتور فوتوشوب. في هذه المحاضرة راح نسلط الضوء على موضوع منتشر جدا بالتصميم ألا وهو الدبل إكسبوجر. طبعا هذا الموضوع هو يعتمد على محورين، يعتمد على مودل يعني إنسان مع دمج الأشجار مع هذا الإنسان. مثل ما نلاحظ طبعا هنا مثلا عندنا هذه الأشجار تم دمجها مع هذا المودل طبعا بهذا الشكل، أو مثلا عندنا هذه الفتاة تم دمجها مع هذه الغابة، وطبعا وهكذا مثلا هذا التصميم أو هذا التصميم. طبعا تصاميم كثيرة، طبعا فن شهير ومنتشر بالفترة الأخيرة بشكل كبير جدا، وطبعا فكرته سهلة جدا وبسيطة. طبعا راح نعمل هذا التصميم، تصميم لطيف جدا وبسيط في نفس الوقت. طيب ننتقل إلى برنامج فوتوشوب. طبعا عندنا هذه المودل اللي هي راح نستخدمها بهذا التصميم. بالبداية راح نوسع التصميم بهذا الشكل. طبعا راح نجي إلى أداة الكويك سيلكشن وراح نحدد الفتاة. طبعا راح نكبر الأداة من خلال الضغط على حرف الدال بهذا الشكل. جيد، فقط يحتاج فقط نضيف بشكل أكثر تحديد، تني أكثر بالتحديد. يعني مثلا بهذه المنطقة ممكن هنا أنا قليلا نضيف التحديد بهذا الشكل ايضا لا بأس. طبعا هو هذا ما راح يظهر، يعني هاي الامور كلها راح تكون مخفية لان راح تغطيها الاشجار، لكن لا بأس انه يكون العمل احترافي وطبعا نعتني به. جيد، الان راح نجي نضغط هنا كليك ايمن وطبعا نختار لايف فاي كات بهذا الشكل. هذه الصورة اللي بالاسفل راح نحذفها، راح تصبح عندنا بهذه الطريقة. الآن راح نجي على الأجستمنت لايرز وراح نختار طبعا سوليد كولر وراح نضيف لون أبيض، وطبعا اللون الأبيض راح يكون بالأسفل أسفل المودل. الآن راح نغير لون الصورة إلى أسود وأبيض من خلال إيمج أجستمنت وطبعا نختار ديساتوريت. بعدين نجي نضيف هذه الصورة اللي هي صورة الغابة المستخدمة، راح نضيفها بهذه المنطقة. طبعا راح نصغر العرض ونصغر الصورة، طبعا نضغط على Alt و Shift ونصغرهم بهذه الطريقة، وطبعا نضغط كليك أيمن Flip Horizontal بهذا الشكل، وراح نقلل شوية من الأوبسيتي حتى تبين عندنا الصورة. جيد، الآن راح نرفع الصورة إلى الأعلى بهذا الشكل، وطبعا راح نصغرها هذا الشكل. طبعا لا بأس أن تكبر، يعني نحاول هذا الجزء، هذا الجزء يكون بهذه المنطقة. طيب الآن بهذا الشكل، يعني هنا نهاية الجبال ويا الأنف تكون لا بأس بهذه هي الطريقة، وأيضا لا بأس إنه نصغرها حتى الغيوم هذه تبين. يعني إذا لاحظ هنا أكو عندنا انحناء الوجه وانحناء الغابة بهذا الشكل، ممتاز جدا. الآن راح نرجع الأوبسيتي 100%. جيد، الآن راح نجي نخفي طبقة الأشجار وراح أضغط على Alt وكليك على صورة المودل بهذا الشكل، وطبعا راح أضغط على Control وكليك على صورة المودل بهذا الشكل، وأرجع أظهر الطبقة الخاصة بالغابة، وطبعا أحدد الطبقة الخاصة بهذه الغابة وأضغط على الماسك بهذه الطريقة، ممتاز. جيد، الآن راح نجي نستنسخ صورة الفتاة بهذه الطريقة، وطبعا راح نضيفها إلى الأعلى وراح نغير الدمج إلى لايتن وراح نقلل الأوبوسيتي إلى 50%.
الآن راح نضيف ماسك لهذه الطبقة اللي هي طبقة الفتاة، وطبعا راح نجي نضغط كليك على الماسك، وطبعا نجي إلى البراش، راح نحذف هذه المنطقة اللي هي منطقة الأذن بهذه الطريقة. الآن راح نجي نضغط كليك على الماسك الخاص بالغابة، صورة الغابة بهذه الطريقة، وطبعا نجي إلى أداة البراش وراح نحذف هذه المنطقة اللي هي العينين والأنف بهذه الطريقة تبين الملامح. جيد، الآن راح نجي نغير الخلفية. طبعا هذه السوليد كولر، نضغط على دبل كليك بهذه المنطقة وراح نختار هذا اللون بهذا الشكل. ممتاز، الآن راح نستنسخ الصورة الخاصة بطبقة الغابة، نستنسخها طبعا، نحددها بهذه المنطقة نستنسخها، وطبعا نجي نضغط على الماسك ونبقى ضاغطين ونسحبه إلى السلة، وطبعا نضغط على ديليت حتى يتم حذف الماسك. الآن راح نغير الدمج إلى لايتين بهذه الطريقة. الآن جيد، فقط يحتاج أنه نغير بهذه المنطقة. طبعا راح نضيف ماسك جديد لهذه الطبقة، طبعا راح نحذف بشكل قليل من هذه المنطقة، وطبعا هذه المنطقة لا بأس نحذف بهذه المنطقة. ممتاز، الآن إذا لاحظ أنه في هذه المنطقة الصورة الخاصة بالفتاة موجودة، ممكن نحدد صورة الفتاة، وطبعا نضيف ماسك بهذه الطريقة، نصغر أداة الماسك، وطبعا بشكل بسيط نحذف الصورة الخاصة بالفتاة بهذا الشكل، طبعا بالأعلى وبالأسفل، وأيضا لا بأس أنه يتم حذفه من خلال الغابة بهذا الشكل. ممتاز، جميل، لاحظ أنه أصبح عندنا تصميم بهذا الشكل. طبعا لا بأس أنه نضيف Solid Color، وطبعا يكون بلون مثلا قريب على الوردي مثلا، ممكن هذا اللون، وطبعا يتخفف بهذا الشكل، وطبعا تصعد الطبقة إلى الأعلى، ونغير الدمج إلى Overlay بهذا الشكل، ونقلل الأوبسيتي مثلا، ممكن نخلي 20 أو 10 لا بأس. نلاحظ تطينا بياض وواقعية واندماج ما بين الطبقتين. طبعا لاحظ تصميم جميل واحترافي في نفس الوقت. الفكرة هي دمج الغابة مع البشر، يصبح عندنا دبل اكسبوجر. طبعا هذا الفن منتشر جدا ولطيف جدا في نفس الوقت. ان شاء الله تكون هذه المحاضرة سهلة وبسيطة، نلتقيكم في محاضرة قادمة بإذنه تعالى.